إسلام في 3 سنين هادو ما زلت آمن بحاجة اسمها الصديق والصداقة و... الناس بكري خلاو واحد المثل واحد المثل واحد يقول لك أبار يما وبابا الناس كامل كذابة. المهم هنا لخصت لك كلش، ما كاش حاجة وسمها صحبة، ما كاش حاجة وسمها سيرتو ما كاش حاجة وسمها ثقة. ثقة ما كاش إلا من رحم ربي، وما كاش حاجة وسمها نحب ندير الخير إلا اللي بين الناس باينين. يا خويا أنا دوكا ولا عندي واحد المنطق، ما نزيدش ندير حاجة وسمها الخير، نحب ندير الخير باين مالين الخير، ولا حاجة وحاجة سامعين نحب ندير الخير نديرو في الكلاب والقطوط في الحيوانات، ما نزيدش ندير الخير. أنا درت الخير عشيت بثلاث سنين حبس. إسلام كي دخلت للحبس كنت داير في بالك بلي عندك صحاب برا وعندك أصدقاء اللي تكل عليهم واللي ما يخليوكش في الشدة؟ وي. أحكي لك فاش لقيت روحك. شوف، كنت قبل ما ندخل التليفون تاعي ما يحبش، إسلام وين راك، إسلام مروح نروحو، إسلام ما نتلاقاو، إسلام هادي هادي هادي، التليفون ديالي ما يحبش. حتى دي فوا شغل لي نوصل وين واحد يزعف عليا صاحبي يقول لي مشي وقت لي نتلاقى، التليفون تاعي ما يحبش. دوكا التليفون تاعي ولا ما يصونيش، التليفون تاعي ولا ما يصونيش، نحي زوج ولا ثلاثة. عبوك شنو الحاجة اللي توجع؟ نقول لك شنو الحاجة اللي توجع. حاجة اللي توجع ماشي كيما نقولوا صحابك كيما يحبسوش عليك ولا ما يوقفوش معاك، ماشي هذيك اللي توجع، باسكو الصحبة من بكري نعرفوها غدارة، من بكري. الحاجة اللي توجع انه كي تكون يكون عندك ناس وعباد انت داير في بالك كيفاش نفهمك، شغل شت الدنيا كومبلي حطها في يد وهاد الناس حطهم لهنا، ومن بعد تلقى هاد الناس اللي انت شغل بدلت الدنيا كومبلي وسمحت في الدنيا كومبلي على جالهم، هما اللي يغدروك، هما اللي يسمحوا فيك، هما اللي ما يوقفوش معاك. هذه هي اللي توجع، ماشي تاع واحد صحه اللي ما وقفش معايا، مع انه لقيت ناس وقفوا معايا لا بغى بكلمه لا بغى ببريه، والله ما كنت نستناها من عنده. على بها اللي يقول لك فوقت الشده اللي تعرف الصاحب من الحبيب من العدو، لانه يعني في الفرح كامل يدور بك. انا كي خرجت من بعد مور ما خرجت ولا لي عيط لي ولا هكذا حواش، ما صبتكش فوقت الضيق. انا كي نقول لك فوقت الضيق مانيش نقول لك اروح خرجني، هذا لا ماشي هذا الشيء ماهوش بيدك انت، بصح كيما نقول له شغل سوتيا مورا البريه عيط لي يما، روح وقف عندي يما. انا صاحبي كي يدخل عندي يما هي مش حتشوفو صاحب وليدها، حتشوفو وليدها دخل، شغل ريحه وليدها دخل. انا كي يدخل عندي يما يعنقها وما تكسرش يطلع على المورال، انا ما نحوش على روحي، انا لا بالي واش كاين تما، وين كنت كنت ناكل نشرب نرقد على بالي ولا الحاجه راني عايشها. انا مخي كان فوش ما رانيش نشوف في الحاجه اللي ما على باليش واش صاري فيها. انا يما مريضه وحدها في الدار، ما على بالي لا طاحت ما على بالي لا مرضت. لو كان طيح طيح في الدار كيما راهي عايشه وحدها، طيح في الدار ما على باليش انا، كش ما على باليش انا طلع على لا طونسيون ولا غير الدواء جيفه.